صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أخي عنده تفسير سيد قطب المسمى في ظلال القرآن، فهل ينتفع به؟ والله يا أخي أنا قلت لكم عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة، عليكم بكتب السلف الصالح الموثوقة اللي ما يحتاج تسألون عنها، أما الكتاب اللي تحتاج أنك تسأل عنه ولا تثق به تطلب. نعم.